وواصلت وزيرة الخارجية الهولندية هانكا براونس برفقة وزير التجارة الخارجية والتنمية الدولي الهولندي إلى معبر رفح، وذلك لتفقد المساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة. استمع الوزيران لشرح من مسؤولي الهلال الأحمر المصري لإطلاعهم على دور الهلال الأحمر المصري في إيصال هذه المساعدات، كما وجه الوزيران الشكر للحكومة المصرية على جهودها في إدخال المساعدات، مشيدين أيضا بالتعاون الذي يتم بين الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة. كما أكد زيادة المساعدات الهولندية الإنسانية المقدمة لهما. نحن ممتنون للرئيس المصري والحكومة المصرية لما يقدمونه، واليوم تحدثنا مع عدد من الوزراء المصريين وعبرنا عن امتناننا، ولكن أيضا سألنا عن كيفية تقديم أوجه المساعدة. وبالطبع تربطنا علاقات ثنائية وطيدة مع مصر، ولا يقتصر فقط على هذا الجانب، ولكن هناك مجالات أخرى مثل التجارة. بالطبع هولندا تقف مع ضرورة حل الدولتين بوجود دولة فلسطينية وبجانبها إسرائيل آمنة، ومن المهم أن يعمل المجتمع الدولي سويا من أجل إقامة دولة فلسطينية وإسرائيل آمنة. نحن نقدر كثيرا المجهودات المصرية، ورأينا اليوم العمليات المختلفة على الحدود وكانت مبهرة، وسنزيد حجم المساعدات ب 25 مليون يورو مقدمة للهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة، وسنستمر في ذلك. أنا وزملائي نعمل معا من أجل ذلك بكل عزم، فوقف إطلاق النار المؤقت مطلوب في أقرب وقت، فالناس في غزة يحتاجون إلى دخول هذه المساعدات فورا. أنا سأذهب غدا إلى إسرائيل لبحث وقف إطلاق النار.